أنتم تسمعون في 90 دقيقة. مرحبا بكم ناس الكل على يفام. شكرا على المتابعة. 28 أفريل 2021 بعد شوية ننتظر الندوة الصحفية للإعلان عن قرارات اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا انطلاقا من نص نهار ونص. هذا الوقت اللي وقع الإعلان عليه. إذا كان الندوة بدأت في وقتها فإنه في المباشر معنا في 90 دقيقة باش تسمعوا الإجراءات مباشرة من قصر الحكومة بالقصبة. سينو ضيفنا باش يكون الدكتور رياض دخفوس وعضو اللجنة العلمية لتلقيح كورونا. باش نحكيو على الأسئلة اللي تبدر لذهنكم الكل. الأسئلة اللي قاعدين للأسف شديد نسألوا فيها كل يوم واللي قاعدين نشوفوا في برشا مرضى ربي يشفيهم، برشا وفيات ربي يرحمهم، وخاصة الناس ترد بالها أكثر فأكثر خاطر الصور باقي تخلط لنا كما الصور الشهيرة اللي من نهج إسبانيا في العاصمة. الحقيقة حاجة سيونس فيكسيون، معناها ما صدقناش أنها بالحق صايرة. قعدنا نلوجوا ونثبتوا هل هي في شوارع تونس ولا لا بالأوضاع الصايرة حاليا. مرحبا بك شكيب. أهلا وسهلا. أهلا بك. شناحوالك شكيب؟ متغشش بعد شوية نعرفوا عليه. سفيان على الهيكل المسلحة. معنا الهيكل المسلحة في تونس؟ في تونس. داكوردو ما فهم حتى مشكلة، نرجع نفهموا بعد شوية. شكيب ومفاجآته. أهلا سفيان. أهلا. أهلا باهت. منبهر منبهت شنو صاير لك؟ منبهت منبهت هذوكم الكل. يلا والبداية باش تكون معك طارق في علاقة جوستومون بالكورونا على خطر هذه الأكتواليتي. وشنو هي حكاية التلقيح اللي بريفيو خلطوا البارح لتونس ولكن أجلوا للشهر الجاي؟ تفضل طارق. كل المؤشرات تقول ان احنا بصدد الدخول الى مرحلة كارثية في علاقة بموضوع الكورونا. اخر المؤشرات هو انه فما نسبة باتش كيف ما يقولوا في اطار منظومة الكوفاكس، مش حاجة اخرى. ما طبعا نزيد نفسر الفرق. كوفاكس منظومتها اللي تجي عن طريقها هي عن طريق منظمات دولية خاصة اليونيسيف، كان نورمالمون تجي 260 ألف جرعة نهار 26 أفريل حسب الهاشمي الوزير. قال باش وخرت باش تجي 10 ماي. في المقابل فايزر العادية الكونترا المباشر مع فايزر قاعدين يجيوا حسب مسألة قبيلة، وقالوا لي نورمالمون بين 80 و 100 ألف يوميا قاعدين يجيوا. لكن هنا يعني التوقعات تاع قداش باش تلقح من واحد اذا كانت تتاجل جزء من المنظومه معناتها تاع قدوم التلقيح تتاجل، هذا باش ياثر على النسق نتاع التلقيح. اللجنه العلميه قاعده تعيط تسرب في كل بلايص بشكل مباشر وغير مباشر. حشنا بحظر صحي شامل، رانا قادمين على كارثه وخاصه تو المده الاخرى قاعدين يجيونا تصاور من الهند حاجه معناتها فظيعه. ننصح الناس ما تفرش فعلا يعني الفيديوهات اللي قاعد تجي من الهند حاجه معناتها خايبه برشا. بالاضافه لذلك فما دويات عاديه ماهيش قاعده سيد دخلت في ازمه. دويات عادية تساهم في التقليل من الحكاية من موضوع الكورونا هي بيدها ما عادش قاعدة تتلقى في اللي فارماسي. وهذا الكل جاي في سياق متاع بزنس از يوجول في علاقة بالحكومة. وأنا اليوم نحب نقول حاجة على مسؤوليتي، معلومة على مسؤوليتي ونحب الناس كل تسمعها. شفنا اللي هشام المشيشي لقح بالرغم اللي هو خارج الأولوية. يعني الحكومة توا نورمال نشوفوا في هالفوضى هذه كل المساحات الخاصة انتر بارونتيز مقلب شو المساحات الخاصة. فما ناس عندها شيكات مشيت فعلا المساحات الخاصة على أساس الحكومة باش تتكفل وقعدت واحلة مع شيكاتها. هو اللي قال الكلام هذا وبعد نورمال قال مبرر مشي وريقل أموركم به. على مسؤوليتي نحب نقول اليوم بخلاف هو لقح برغم خارج الأولوية، نحن في الأولوية الثانية توا، يعني اللي عمرهم بين 60 و 70 سنة ما في باليش عمره 60 سنة يعني. مشيش إبا حاجة أخرى وخلي التوانسة كل يعرف. البارح سلم الشيشي جاب سرا بدون أي شفافية بدون أي إعلان جاب باتش متاع تلقيح، عيط لبعض الوزراء عيط لبعض المستشارين ولقح لهم سرا هك. اي نعم هذه مش على مسؤوليتك على الاخر. عندي الأسماء خطير وشكون ما لقح عندك بالأسماء شكون لقح. اي عندي شكون لقح وشكون ما لقحش. مدير الديوان لقح، عدد من المستشارين لقحوا عندي بالاسم. فما وزراء تم الطلب منهم يجيو باش يلقحوا منهم وزير الصحه وزير التكنولوجيا الاتصالات وما مشاوش لانهم عارفين الحكايه فيها. خلينا نقول لهنا دخلنا راهو نيفو اخر نتاع جومونفوتيزم وانديفيرونس. انت المسؤول السياسي على مواجهه الموضوع هذايا، تلقح لروحك تلقح لجماعتك امورك منظمه، نحن لاباس، بقيه الناس فليذهبوا الى الجحيم. شو معناها تلقح سرا؟ خاصه اللي مره اخرى حسب برنامج الاولويات المطروح من وزاره الصحه مازلنا في الاولويه الثانيه، وحتى كيف ندخل في الاولويه الثالثه اللي تحت 60 سنه ذوي الامراض المزمنه. سفيان انت
طالبا انك تلقح، لقحت كمواطنة؟ خويا انا اصغر ما زلت، بالرغم اللي توا السلالة البريطانية قاعدة تقتل للأسف في عديدة التوانسة اللي عمرهم بين 30 و40 و45 سنة، قاعد يطيح المستوى نتاع دونك وزير صحة في باله بالشيء اي نعم في باله اللي صار هو فضيحة، ودليل اللي السيدة ذايا لا علاقة له، لا عنده مسؤولية وطنية، لا إحساس بالناس، لا إحساس باللي يجرى في البلاد، لا حتى شيء. هو إنسان تو سامبلومون كي اللي يترقى في الإدارة يحب يضمن أموره. ندبر أنا لروحي التلقيح، جماعة اللي بحذايا أصحابي ندبروا لهم تلقيح وأكهو لباس. المحاباة يعني في التلقيح وقلنا من الأول المحاباة في موضوع التلقيح موضوع أساسي. لما ما باش تبدا تعمل محاباة في الوقت الناس أخرى قاعدة تستنى وقاعدة تموت لأنها ما تلقاش تلقيح وأنت تلقح لروحك وجبيعتك فهي فضيحة. دليل أنت مش ما تستحقش البلاصة هذيك، دليل أنت نورمال موت تكون في بلاصة أخرى. طارق خليني نقول بعض التصريحات الجديدة في علاقة بموضوع المساحات الخاصة. مثلا مساحات الخاصة، الرئيس الغرفة النقابية في تصريحات لوسائل الإعلام يقول أنه مش المساحات الكل قادرة على استيعاب مرضى كوفيد 19 والإطارات الصحية أرهقت نفسيا. ويقول لك أنا إذا كان عندي عائلات اليوم وأقارب وأصدقاء يطلبوا أسرة نعاش وما نلقالهمش في الكلينيكات، راني مش معناها شادد الأكسجين ولا حاجة على المواطنين التوانسة. ولكن إذا كان الحكومة ما تعمل برنامج واضح وتقول الدولة كيفاش تكفل بمصاريف الانعاش ومصاريف المساحة حتى ونقبلوا الناس ميسالش، أما أعطيونا برنامج واضح. هذه المساحات الخاصة شنو قاعدة تقول للدولة في الأثناء؟ بالطبيعة اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا الناطقة الرسمية متاحة قالت حرفيا لو كان تبعتوا التوصيات بتاع اللجنة العلمية رانا ما وصلناش للشيء هذا. لو كان تبعتوا شوية مش هو بركة هو اللي قبله اللي قبله اللي قبله الحكومة لقحت خلصة مش هو نورمال مو ضمن أموره. أما اللجنة العلمية أنا نورمال مو أعضاء اللجنة العلمية بعد أكثر من مرة يقدموا توصيات ويتجاهلهم بل يعفس فيهم ويقول لهم ما عادش تحكي وما عادش تتكلموا وخرج بلاغ مباشر على الموضوع هذا مازالوا قاعدين غاديك في شغل يعمل خلنا نسب أنا دوري ساعة والحاجة شكيب نحكيه على رئيس حكومة اللي هو رئيس اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا اللي هي اللجنة هذه هو رئيسها اللي تخرج قاعدة تقولنا شنو نعملوا شنو ما نعملوش اللي نورمال ما عاتين فيها ثقة ونسمعوا ونستنيوا في الفاكسان. طارق يتهم مباشرة رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة أنهم عملوا للفاكسان بالدرجة. بالله قبلها أنه صار قمع وإلا التحكم في السياسة الاتصالية في موضوع الكورونا وحد ما يتكلم مطلوب ينسبوا الموضوع هذا بمعنى أنه شفنا القائمة طويلة وعريضة. أنا معانا تكون القائمة مفتوحة بالمناسبة ولكن كل أعضاء اللجنة العلمية ينجموا يتدخلوا إعلاميين المديرين الجهويين رؤساء الأقسام كما بوجدارية وغيره الناس هذه تنجم تدخل إعلاميين في موضوع الكورونا. صحيح فما أنا معاه أنه يتفتح للقائمة ولكن حتى القائمة الموجودة إلى حد ما واسعة باش تسمح لبرشة جهات وبرشة من الناس باش يدليوا بدلهم في الموضوع هذا. هذه الأولى. اثنين بلاي في موضوع التلقيح لو زاد عندنا مشكلة شفافين حبنا نرجع لها في حكاية ولكن قبل أولا التسجيل مش كبير مش عالي راه التسجيل في أوفاكس هذا مش عالي واحد التوانسة برشا أنا حكيت مع التوانسة شكاكين في موضوع فعالية التلقيح خاصة قصة الأسترازينيكا. أنا نعرف شكون هز عائلته وسمع اللي هي أسترازينيكا روح على روح روح بالوالد وبالوالد الحكومة تلقى نجيك يعني عندها الحق نجيك لا لا أنا جاي بتفاعل معي على الموضوع تصبر عليه حبيت أقول قصة التلقيح بمعنى أنه يلزم حملة واسعة في أنه نسجل هذا واحد. اثنين قصة الأسترازينيكا يلزم برشا تدقيقات وتوضيحات باش الناس على الأقل يزيل معناه الشك في العالم الكل في العالم الكل والجانسون زاد هذا واللي ترومبوزو نجي لمسألة الشفافية اللي يقولوا طارق مهم الشفافية مهمة. اليوم أنا ما فيها باس يخرج ثم قرار يقولوا راه فما الناس هذوما باش نعدوهم من ضمن الأولويات ورئيس حكومة ماشي لأمريكا وزراء ماهوش ماشي أنا جايك عاد أنا جايك ماهوش ماشي لأمريكا نرجع للسياسة وأنا نستنى منك تفاعل معايا في حاجة لحظة بربي أما ما نغلقوش برشا في السياسة على خاطر أنا نحكي على ناس توا في السبيطارات راهم تنشروا معناها خلينا خلينا نحسوا بمعركة الحياة اللي قاعدين يخوضوا فيها الناس نرجعوا بعد قلبنا على التوانس قلبنا على التوانس السياسة نرجعونا في الزابين لا ما حبيت أقول حاجة الحمد لله قلبك كاكاو مش حوايجك مش حوايجك حاول ما يعفل الحكاية لا 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 يا أخي ندير لبعيني ما يعمل الحكاية ندير لبعيني هو شكيك شبانه شبانه قلت يلزم يفترض يتم الاعلان على الموضوع هذا اذا الناس هذه فئه ذات اولويه ويقولون علاش ويعللوا ويسبب. اما زاد في اطار الشفافيه نحب طارق زاد يحكي لنا كيف مطلوب انه رئيس حكومه يقول لنا على الموضوع هذا ويتفاعل هو الوزاره نتاعو مدير ديوانه زاد نحب نعرف رئيس الجمهوريه
رأس البلاد ورأس الأمر وأهل الحل والعقد والنقض والإبرام في البلاد هذه وقتاش باش يلقح مسجل مش مسجل، علاش للساعة هذه لم يتفاعل بشكل شفاف مع موضوع التلقيح؟ أما قالك أنا ما لقحتش، أما تفاعل خرج بلاغ من الجمهورية ما لقح حد من مسجل في الأوفاكس، مسجل في الأوفاكس ولا في عمره سمع في عمره لم سمعني عاد تو هذا مهم يا سيدي شفافية أمام فضيحة ونزل شفافية وتلقيها شفتك نجم نحكي معك كلمة طارق نجم نحكي معك كلمة أنت تحب تعرف الجمهورية لقح ولا لا؟ شوف طارق حط الموضوع هذا تحت عنوان شفافية التلقيح وأنا أعطيته الحق، قلت كيما يشمل رئيس حكومة ووزراء نتاعو كيما يشمل رئيس جمهورية يقول لنا ما لقحش مسجل على الأوفاكس ولا ناوي باش يلقح ولا تبقى للأولويات التقديري وقيت رئيس الجمهورية باش يلقح تبقى للأولويات اللي تم الإعلان عنها، معلاش رئيس الجمهورية لحد الساعة ما لقحش، اللغط اللي صار اللغط اللي صار على نادي عكاشة لقحت ولا والنيابة العمومية والنيابة العمومية تنتظر التقرير الطبي للمستشفى العسكري بشأن نادي عكاشة حد الساعة ما وصلش. شكرا في الأثناء رئيس الجمهورية اللطف عليه ورئيس الحكومة اللطف عليهم كان يمرضوا ويستحقوا أكسجين باش يلقاو راهو. أنا بنحب توا تحكي معنا سفيان عن الناس اللي بلغنا راهو العباد يحكيوا لنا في حاجات مرعبة، أنك اليوم تهز عبد قريبك للسبيطار يقول لك تقعد معاه معنا شكون باش تلهيو به والأكسجين بالطريق، راهو اللي صاير حاجة الغاجي شوية من الكارثية في مستشفيات تونس، راهو عدد الوفيات التوانسة يقول لك رانا كل يوم نعزيو في 4-5 عائلات، راهو وزير الصحة يقول انه عندنا نسبة تعبية متاع اسرة العاش 91%، لو معليها شنو معليها معليها ما عادش فهم ما عادش نجموا ياخذوا مرضى هذا شنو معليها الـ لكن يقول لنا انه احنا من المفروض نلقحوا 250 الف في النهار، مش انا قلته وزير الصحة هو قالوا للتوانسة بعد شهر ونص من الحملة من بداية الحملة ما عملنا كان 330 ألف برا، فسر عليش غلطة شكون أنه الحملة ما مشيتش مليح غلطة شكون غلطة التوانسة ولا غلطة العباد اللي هندسوا الحملة يظل شوية هكا شوية هكا اللي هندسوا الحملة وحنا التوانسة مش كاكين احنا ما نصدقوش فيسا ما نصدقوش فيسا كيفنا كيف اي شعب اخر وخاصه سمعنا بال في الخارج في الخارج زاد ما يصدقوش سمعنا باللي في السكوندير عند الناس اللي بداو يلقحوا قبلنا دونك في الخارج يمشيو يلقاو استازيني كاي يروحوا خلاص الموضوع دونك كيف كيف احنا شعملنا احنا شعملنا دونك الاخطاء بتاعنا كثيره فيما يخص هشام السيسي يلقح ليه ولاصحابه هي راو في دولة تحترم روحها والله يمشي يروح يشد داره لأنه عيب ساعة تيجا وقت اللي التلقيح يلقح هو سيشم مشيشي لو أنه لقح النهار الأولاني كان الأولاني اللي لقح المسؤول اللي لقح نفهموها بوردوني الإكزامبل بالشجع العباد كذا اما هو لقح في وسط الحمله لقح وقت اللي الامور تكبست ولا خايف على روحه الواحد متاع متاع ويبقى هذا المعلومه من عند طارق على مسؤوليته ليه انا نحكي انا على المبدا انا ننطلق من واقعه ونعمل فيها قراءه ونعمل فيها قراءه هو اللي عندي فاصل يا شباب هو لقح امان حاجه برك امان انا نحب نقول اللي نحن يلزمنا نكونوا متهنين توا خاطر سي هشام المشيشي اليوم سيشرف على الاحتفال بغزوة بدر وبالتالي نحن نجم نكونوا سلكناها مادام ماشي باش يحضر في اجتماعه وفي كذا وفي حضره كذا معناتها لباس امورنا وان شاء الله يكون المستقبل معناتها افضل وامورنا لباس. شكرا سي هشام المشيشي. مواصلين معكم في 90 دقيقة. الدكتور رياض دغفوس عضو اللجنة العلمية للتلقيح كورونا باش يكون ضيفنا بداية ماضي ساعة وكالعادة نحكيو على الوضع الوبائي ونحكيو أيضا على الوضع السياسي. تفضل سوفيا. اللي هو لا يقل خطورة على الوضع الوبائي بلك هناك كان الوضع الوبائي هاوكا عندنا أمل أنه الوباء بشيوفة نار من نهارات
السياسيين هذوما ما ننتظروش انهم يوفوا بسرعه. سامحني سفيان باش نصحح بركة الضيف باش يكون رفيق بوجدارية. شكرا احلام على خاطر اتصلنا برشا اي دخلت بعضها واللجنه العلميه يسامحوني. دكتور رفيق بوجدارية هو رئيس قسم الاستعجالي في مستشفى عبد الرحمن مامي. شكرا لك سفيان. واصل الموضوع هو القانون هو المشروع نتاع تنقيح للقانون الاساسي 16 لسنة 2014 اللي تقدمت به مجموعة من نواب حركة النهضة. هذا القانون الأساسي هذا باش لاهي بالانتخابات، هو القانون الانتخابي تقريبا. في التنقيح اللي عملوه قدموه جماعة حركة النهضة الستالبين في التنقيح مثلا الفصل 101 اللي يسحبوا فيه الدعوة أهو بعليها ذاية المقترح متاعهم الدعوة للناخبين من قبل رئيس الجمهورية يسحبوا فيه دعوة الناخبين للانتخابات ولا للاستفتاء يسحبوها من رئيس الجمهورية حاليا يرجعوها بأمر حكومي يعطيوها لرئيس حكومة بكل حسن نية بكل حسن نية. هذا من فصل من الفصول معليها كي التاريخ نتاع وقتاش بالله لوفان قدموه لوفان قدموه لوفان افريل قدموه لوفان طازج مازال فرش اي اي اي, اي مازال كي قدموه طازج قالك اما لواش قدموه يلزم نفهموا لواش قدموه اي علاش وشنيا هالصلاحيه هذه المهمه جدا ماهيش مهمه لا 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 في الانتخابات لا في الانتخابات لا لا المهم كيفاش وصلنا هذا زاد مش مهمه المهم كيفاش وصلنا لهذا بي فسر لنا ساعة علاش انت متغشش خاطر اذا كان حكاية فارغة انت علاش متغشش علي باش نحكي لك علاش علي خاطر راهي فما لجنة لمراجعة المجلة الانتخابية القانون الانتخابي اللجنة هذه تجتمع والمقترحات نتاع حركة النهضة كيفاش اجتمعت هي استحكي فما مجموعة من المنظمات المعنية بالانتخابات وكذا قدموا مشاريع تقنية حطوهم على الطاولة واللي عنده مقترح آخر يزيد يعطي مقترح ويتناقشوا مقترحات حركة النهضة داخل اللجنة هذه تقريبا كلها ترفضت معناها وهذا أمر عادي يمشي جماعة حركة النهضة الأحداث نايب هذم يهزوا مقترحاتهم ويقدموها وحدهم كمشروع تنقيح وحدهم بيان اونتوندو الصعيب ياسر انه المقترحات هذيا باش تتعدى صعيب ياسر لكن شنو هو المغزى منها؟ المغزى منها انه مازالوا في عركه نتاع تبربيس لرئيس الجمهوريه تعرف في الصغار في الصغار كل الصغار في عمرهم ما بين 6 سنين حتى 10 12 سنة يبداو يعملوا حويجات ماستا والعزيز وقتها يقولون هذوك سيبوهم هذوكم في دخلوا سنين الركاكة احنا يبدو أن البرلمان متاعنا ما خرجش من السنين هذه وحركة النهضة مازالت ما كبرتش ما عملتش مخها على كتافها راسها على كتافها باش تولي حركه سياسيه تخمم في مستقبل البلاد من غير مزايدات ومن غير تبربيش واني مسيتك منا وما جنب هذا واني النقر اللي ما عنده حتى معنى. شكيب لا الخفه والسفاه يبدو لي انه تكاد تكون اعدل الاشياء قسمه بين السياسيين في البلاد في التوقيتات هذه مع الاسف نقول مع الاسف مره اخرى نقول انه هذا كان يفترض يطرح على طاوله الحوار اللي باش يرعاه الاتحاد العام التونسي للشغل فيما يسمى نظام سياسي وانتخابي وغيره علاش الحوار تاخر علاش بطا مرسول قيس عايد عنا هذه نجم طارق الكحلاوي يجاوبني عليها ولكن زاد ما يمنعش اللي فما مخاوف الى حد ما نجم نتفاهمها الرئيس قيس عايد عنده قوه تعطيليه
ضخمه واستثنائيه وكبيره برشا، ينجم يحط العصا الدستور في كل العجال، ينجم غدوه يمنع ان تصير انتخابات، لانه ما دعالهاش. مره كانت تذكر الباجي قالوا اه زعما يدعو ولا ما يدعوش، انا مع تحييد رئيس الجمهوريه في موضوع الدعوه للانتخابات، ولكن زاد مع تحييد زاد رئيس الحكومه، الموضوع ده يخرجوه من سقف رئيس الجمهوريه ورئيس الحكومه، نعطيه لليزي مثلا، ولكن نتمنى قبل هذا ومن بعده انه الحوار يتحط هذا على طاوله الحوار ويناقش، واتمنى مره اخرى انه تكون ايزي هي اللي تي تدعو الانتخابات. شوف انا بهت معناتها هذه نردوها تابع الحوار ونسيس ونحكيو بالسياسه ولا بكل ونحيوها للناس كل الصلاحيه هذه، الصلاحيه هذه مذكوره في الدستور. ساعات يبدا والله الدستور ما تمسوش في الدستور محطوط رئيس الجمهوريه يدعو الانتخابات، مش على كيفي ولا كيفك ولا باش نقعدوا نتحاوروا عليها، ويجيني سي نجي الجمل اللي هو بصح الاولاني اللي هو بتاع زيد رئيس لجنه الحصانه هو اللي وجماعه النهضه مصحي، لا تعرف كيفاش خلي طابت في امر حكومي لباس خلى كيفك سرق قيس سعيد يحكي في حاجه حكى عمل خطاب قال انا القوات المسلحه العسكريه والمدنيه قامت الدنيا وانقلاب، وانت تعمل تنقيح مشروع قانون متخالف ومتضارب مع الدستور وما تقوليش تاو الانقلاب هذاك علاش معناتها انت اللي باش يظهر لك باش تدعو الانتخابات بشكل مناقض بشكل واضح صريح مع نص الدستور. ها هو اللعب نتاع الذراري، انت قلت بالحق لعب الذري هو هذا لعب الذراري هو النوع هذا، وبعد يقول لك علاش قيس سعيد يعيط ويشعل النار وبعد يقول الدخان منين؟ لا بتعطيني الفصل بتاع الدستور بالله اللي يخص رئيس الجمهورية. لا لحظة فين؟ اعطيني مثال. اعطيني مثال. سفيان قال انه فما بعض المقترحات للتعديلات الناس اللي تتقدم بها تعرف انها ما تتعداش ولكن هي حركات سياسية رمزية من داخل البرلمان. سفيان جبد الكتاب الدستور القولنا بلي خلنا نعملوه تحدي هذي فصلا بفصل القيس سعيد. أنا باش نعطيك شاكي بالكلمة لتنوي الجماعة لوجو على الفصل التحدي اللي فيه صلاحيات رئيس الجمهورية للدعوة الانتخابات شاكيب صحيح. أنا حسب رأيي يظهر لي ربش يربحوك في التحدي تفضل مثال ويجعلنا من المغلوبين معاه قلنا صعيب شوية ما بعدنا تشوف صعيب شوية بعد ما قلنا شاكيب علاش متغشش نرجعوا للموضوع تفضل شيخ تغشش على هشام السنوسي الله يهديك يا هش معناها باب الدلال محمد بالطبيعه قلنا علاش لا لانه يجي اخر مخرج من تصريحات عنه يقول لنا راهو الهيكا تفكر والا تتوجه نحو الذهاب للقضاء العسكري في موضوع هالنزاع هذا مع اذاعات ومع تلافز. علاش يقول لنا علاش انه عسكرت هالنزاع هذا؟ يقول لك لانه خذلنا القضاء العدلي ما وقفش معانا ما قدرش المجهود نتاعنا وقدرتنا وقوتنا وكذا وغيره نمشيو للقضاء العسكري، وزيد فوق ذاك يقول لك الموضوع راهو امن قومي ويتعهد به القضاء العسكري. انا والله سائني برشا، معنى عندك مشكله اليوم على قضاء عدلي تهرب من القطره تمشي تحت الميزاب، معنى تحب اليوم تحشر القضاء العسكري في نزاع بين هيئه تعديليه لها كل التقدير والمحبه مع مدنيين في موضوع اعلام وتلفزه وغيره تحشر فيها قضاء عسكري؟ طب معناه وين ماشيين في موضوع العسكرة؟ معناه غدوة الجيش يهبط باش يسكر إذاعات ويسكر التلافز، وين نحطوا فيه القضاء العسكري؟ وين نحشروا فيه؟ كان يفترض تضغط على القضاء العدلي وإلا اللي هو، أما يبقى الأمر تحت سقف القضاء العدلي ولا الأمن القومي؟ شنو أمن قومي؟ ذبذبات؟ أمن قومي عمود معناها اتصال ولا إرسال؟ معناه نمشي غدويك مجلس أمن قومي والرئيس قيس عايد يهبط بيده ولا هبط الجيش ويجيش معناه مؤسسات إعلامية يسكر اللي يحب ويحل اللي يحب؟ أنا الموضوع هذا قلقني، موضوع العسكر هذا قلقني، ما يلزمش واحد يخزر عند الخشم نتاع وراه العسكر هذه تولي عندنا التقاليد ونعطيه للعسكر سلط ونفوذ راهم بعد نجموا نحيروا فيه، نجموا ما عادش نقدروا على جيش يهبط باش يسكر مؤسسه اعلاميه. ذاك علاش قلت وكانه سي هشام المشيشي بعد التصريح اللي عمله كانه قدام هايكا مسلحه وهو يحب انه الرئيس قيس سعيد يكون قائد الاعلى للهيكل المسلح. بي الربط بين القضاء العسكري والجيش يهبط انا ما فهمتوش كيف فسره لي بعد شويه. يقول لنا التنفيذ كيف شينا لانه القضاء العسكري هو قضاء مستقل وقضاء فيه اطوار قضاء ومع لا 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 جيش يهبط معناها معناها القضاء يهبط عسكري ولا غيره حبي كلمه باش نفذ شكون ينفذ؟ العبد يمشي القضاء العسكري ولا يحب الجيش يحكم؟ يمشي جيش الموضوع ما شنو؟ معناها بنتيجه شنو؟ بنتيجه تمشي قضاء عسكري
اللي هو يفترض أنه يقف عند نزاعات بين عسكريين، تحطه على موضوع إعلامي وتقوله هذا ينجم يتعسكر ونجم يكون من صلاحياتكم، إيه هذا يفضي إلى مجاهيل وإلى تهديدات كبيرة. لا لا ما هيش هذه المبررات. المبررات هو أنه وضع آلات إرسال، معناها استعمال آلات إرسال بدون رخصة فيه مس من الأمن القومي، ينجم فيه تخابر، ينجم فيه التعامل مع أجهزة أجنبية إلى غير ذلك، وهذا معقول. هذا معقول ولا الأمن القومي على فكرة محكمة تعقيد دائرة مجتمع قالت راه كتلة اختصاص القضاء العدلي معاك فما جلة جزائية في الجرائم هذه تحكي عليها وعملية الإرسال وكذا، هذه مسألة تدخل في باب معناها داير الرخصة ما تعطيهاش، ما تعطيهاش وزارة الداخلية، تعطيها وزارة الدفاع. أي هشام سنوسي برر الموضوع وقال أنه فما تواطؤ بين مؤسسات الدولة، شكيب سامحني، تواطؤ بين مؤسسات الدولة على دور الهيكا وانخراط بعض القضاة في ضرب مهامها بتغليب الانتماء الحزبي وسياسة التعليمات. هو هذا اللي قلقني انا، انا نفهم انا اكثر ذكر وقتها كل جمهوريش قلت ما تعملش مع الهيكا ما عطاهاش قدرها، بمعنى كان نجم كل جمهوري راه يسمع جماعه الهيكا على خلفيه الشكايه دي بتاع سعيد الجزيري. انا حتى مشروع سيف الدين مخلوف ضده، انا قلت توطين قنوات في تونس مساله سياديه، بمعنى انا حتى لو متغشش وعلى اعصابك ما تهزناش للعسكر، ما تهزناش للقضاء العسكري فضلك، خلينا في القضاء العدلي شوف ديمقراطيه عودها رقيق ما نكسرهاش وما تكونش الهيكا سبب في كسر العود الرقيق للديمقراطيه التونسيه. نمشيو الاخبار البرلمان وتصريحات السياسيين مع احلام العبدلي في الزابينغ. التوى التحدي مازال. لا انا اعتقد انه ما فماش، ما قريتش. ما فماش. التحدي مازال قائم. الانتخابات نتاع 2017 شكون دعال؟ لا لا. امر رئاسي نتاع باجي قايد السد. لا هاني جاي موجود. نستنى فيك. يلا خلينا نمشيو للزابينغ. احلام مرحبا. باش نبداو من البرلمان، الحقيقه من البرلمان للعالم، هو من البرلمان لفرنسا والاعلام الفرنسي خاصه اللي تغطيه كيف ما نقولوا لاذعه للعمليه الارهابيه اللي قام بها التونسي ضد شرطيه فرنسيه في فرنسا عن طريق اغتيالها في الشارع او قتلها في الشارع طعنا بالسكين. التداعيات نتاع الحكايه هذه مازالت متواصله، نشوفوا كيف ما قلنا في تغطيه الاعلام الفرنسي خاصه جرايد الفرنسيه اللي قامت بدورها بيان سور، لكن الحقيقه في صوره وتمثل مسيء برشا لتونس للاسف الشديد. النايبه عن حركه الشعب وعن الكتله الديمقراطيه ليلى الحداد تقول انه قاتل الشرطيه في باريس كان في بهو البرلمان التونسي باستدعاء من ائتلاف الكرامة. نسمعوها. هذا الطريقة التي قام بها تؤدي إلى ممكن نوع من ردود الفعل وردة الفعل أعتقد كانت من قبل يعني جماعاتهم اللي هي متعاطفة معهم في قتل الشرطية بباريس، ونحن تم اكتشاف أن القاتل كان في بهو البرلمان باستدعاء من ائتلاف الكرامة، وتم يعني تصويره وحتى بالرجوع إلى الاستوريك متاع القاتل الشرطية كان من المدافعين ومساندين ائتلاف الكرامة، وهذا دليل قاطع على أن خطاباتهم التي يقدمونها في مجلس النواب تؤدي إلى التأثير على قواعدهم وتؤدي إلى قيام بجريمة بشعة مست من الجالية التونسية ومست من أبنائنا التونسيين بالخارج ومست حتى من سمعة تونس. اليوم الصحافة الفرنسية تكتب على أن تونس هي الخط الخلفي للإرهابيين، اليوم يعني سمعة متاع تونس للأسف الشديد. بالطبيعة بعد التصريح متاع ليلى الحداد هذايا البارح وحتى قبلها الناس استحضرت مداخلات رئيس الحزب الدستوري الحر عبير موسي قبل حكيت في أكثر من مرة عن دخول عباد متنفيشين بالاسديسات إلى مجلس النواب، ونتذكروا وقتها الإشكال الكبير اللي صار في البرلمان على خلفية دخول مجموعة من الناس اللي قالت رئيس الحزب الدستوري الحر وإنهم هم يخضعوا الإجراء هذايا إجراء الاسديسات، وحديثها المتكرر على اختراق البرلمان وعلى وجود ناس قد تكون لا تلاحقهم شبهات ربما بالتطرف أو يعني ما همش معناتها أمنيا ما همش معناها موثوق فيهم وإلا ما همش معناتها ما يلزمهمش يدخلوا الغادي. البارح أو اليوم الصباح بكري شوية تحديدا ماهر مذيوب مساعد رئيس المجلس المكلف بالإعلام والاتصال كان انفى تماما دخول الإرهابي اللي ذبح الشرطية الفرنسية في فرنسا إلى البرلمان.
أنا تواصلت مع الكتاب العام للمجلس صباح هذا اليوم، اللي تواصلت مع مكلفين بالأمن مجلس نواب الشعب، وأكدوا بصفة جلية لا تحتمل اللب أنه المواطن هذا المذكور واللي هو معناها فهمت قام بالعملية الإرهابية المشينة والمدانة بكل التنديد لم تطأ قدمه عتاب مجلس نواب الشعب مطلقا. الجهات الأمنية المختصة المكلفة بمجلس نواب الشعب وحماية مؤسسات دستورية السيادية قامت بواجبها وتواصلوا مع الكتاب العامة، والكتاب العامة مشكورة أمدتنا بهذه المعطيات. مشروع تونس البارح زاد كان حاضر في بلاتو تلفزي وقال وانه الاعلام انقل على التصريحات نتاع مسؤولين في تونس او شخصيه سياسيه في تونس باعتبار وانه السيد دديا الارهابي ادخل البرلمان في ما سبق، وانه فما تصاور هو تم تداولهم على شبكه الفيس التواصل الاجتماعي فيسبوك. الشخص معناها يبدو في التطابق في الصوره وانه هو مش نفسه. يبقى لهنا فما راي اخر خلود يقول وانه على الجهات الامنيه الرسميه وان هي توضح بكل وضوح وصراحه في علاقه بالسيد دي إذا كنت وجدت في البرلمان ولا خطر ناس تقول لك معناها توا فما عباد يقولوا دخل البرلمان وعباد ما دخلش البرلمان. وقلنا حديث سابق الرئيس الحزب الدستوري الحر وأنه فما عباد SDC دخلوا وتواجدوا في البرلمان. السلطات الأمنية توضح لنا هل أنه الإرهابي هذية تواجد فيما سبق في البرلمان وإلا لا، يعني فتح تحقيق واضح تصرح بعده الجهات الأمنية المسؤولة بخصوص دخول السيدة دي للبرلمان وإلا لا. فما فرق ما بين تحذيرات وما بين شكوك وما بين تصريح رسمي لنائب في البرلمان يقول لك راو الإرهابي هذاك اللي يحكيوا عليه في فرنسا اللي قتل بوليسا في فرنسا راو جاي للبرلمان. هذا تأكيد وهذا من باب المسؤولية لو كان عندها الحق ولا ما عندهاش ليلى حداد، على السلطات أن تتثبت في الموضوع. ومثلا كما قال تحليم فما ياسين العيار يقول لك ارجعوا للكاميرا، ارجعوا للأمن فتح تحقيق ارجعوا شوفوا ثبتوا راو اللي صار مهزلة. علاش؟ لانه على شنو اعتمدت ليلى حداد اللي راوس ني باسا بريمير غاف الميزه القلوله بتاعها ومصداقيتها تاخذ وتعطي، معناها ماهيش حاجه كبيره ياسر، ماهيش من النواب اللي وقت اللي يتكلموا تسمعهم باهتمام. اي نايبه كوميم سفيان معناها عندها ستاتيو معناها بارلمونتير نايبه معروف عليها يكتبوا علينا في الصحافه معروف عليها قله الدقه به السهوله في الكلام. به هذا رايك على ماذا اعتمدت على نشريه في الفيسبوك، نشريه مش معروفه هبط التصويره وسحبتها مباشرة. أيوة وبيان سور في الفيسبوك الأمور دارت، التصوير دارت وكذا. دونك النايبة هذه خذيت على الفيسبوك. الإعلام العالمي ما خذاش على الفيسبوك، خذا على تصريح نايبة في البرلمان التونسي. وذاك علاش هو فم مثل فرنساوي يقول لا فيريتي سو سوفي ا ال ميم فو با اون راجوتي. دونك احنا انا اليوم الراي سفيان انه بناء زاد اللي كنت تقول فيه الحقيقه تبنى على تحقيق في الموضوع هذا، تبنى على وقايع ساعه قبل كل شيء. اي الوقت باش نعرفوهم صاروا ولا لا، ما لازم نشوفوا الناس اللي دخلوا للبرلمان، لازم نشوفوا الاسماء ما يصحوا ليه عاد ما نقلبوش المنطق، ما نقلبوش المنطق. باهي شو المنطق؟ هو انه انت كي تتكلم تقول في حاجه صحيحه ولا حاجه غلطه، مش انا نقول اللي نحب ومن بعد نمشي ونثبتوا صارت ولا ما صارتش. هاي قالت فهمت تفضل. شفت بكري سفيان وقت قلنا راهو الخفه والسفه هذا السياسي والنيابي والبرلماني يبدو انه اعدل الاشياء قسمه بين نوابنا وبين السياسيين. ها يا سيدي هذا مشتره وهذا دليل حجه اللي كنت نحكي لك فيه، معناها المراه هذه تخف
تحكي في موضوع كانوا تحكي في حومتها. بتعرفش الموضوع هذايا باش يتم تلقفه من طرف القضاء الفرنسي واحزاب فرنسيه نائبه في البرلمان تقول انه السيد هذايا تخلى البرلمان وكانه عنده اسناد نيابي وبرلماني وعنده كتلته داخل البرلمان. انا خل نذكرك بحاجه زاد لا تقل كما قال سفيان بكري خطوره عن هذا علي انت في العمليه الارهابيه في باردو اللي صارت في باردو اللي فيها اوروبيين وفيها غير اوروبيين وقامت الدنيا وما قعدتش. تذكرش اللي هيئه الدفاع عن الشهيدين شكري بالعيد والبراهمي هبطت وثيقه واحد فيهم هبط وثيقه يقول راهو السلطه الامنيه التونسيه كان عندها علم انه ثم تهديد بشيطان وخرجت وثيقه ثبت من بعد زور وتدليس الوثيقه ذيك ترش كنت تلقفها للخلود محامي الضحايا هذوما في فرنسا تلقف الوثيقه هذيك وعلى اساس تمسك بها لمساءله الدوله التونسيه والزام على التغريب. انت تحكي على التصريح هذايا شنو ينجم ومين ينجم يهز خرجت تكذيب وقالت راي وثيقه مزوره ومدرس تصريح كي من هكا غدوه ينجم يحمل الدوله التونسيه مسؤوليه وتبعات وغرامات. واضح جدا حتى في الموضوع لانه سامحني طارق بربي اي نعرف سوسه وباردو اما باش نرجعوا الموضوع هذايا راهو السيد الفرنساوي هذايا السلطات الفرنسيه والاعلام الفرنسي تخلى البروفيل فيسبوك نتاعو يمكن من هنا بدات الشكوك وقالوا جيل تونس يلقاوه من انصار ائتلاف الكرامه وليلى حداد عاودت رجعت للموضوع هذا وقالت في تصريحها انه كتله ائتلاف الكرامه هي اللي جابته معناها الخطوره في التصريح الي دوبل هنا تخلى البرلمان فما كتلة اللي استضافته سيدة ذي اللي طلع إرهابي دونك يلزم تحقيق فوري ودايغ عبد اللطيف العلوي اللي هو نائب عن ائتلاف الكرامة قال أنه سيتقدم بشكوى في ليلة حديث في التصريحات هذوما. هو حاجات كيف هكا حساسة جدا موضوع الإرهاب دي ما نعود نقول ما يلزمش توظيفه سياسيا ويلزم الحذر والحذر كبير برشا قبل ما يولي ورقة في السجل السياسي لما ما ولا ورقة في السجل السياسي ما عادش نجم نقاوموه بجدية جستمون باش تقاوم حاجة بجدية يلزمك معطيات جدية. أنا أونتر بارونتيز في علاقة نحكيو على مسلسلات رمضان في علاقة بالريب أفضل مسلسل أنا في رأيي في السنة هذه في علاقة برمضان هو مسلسل اللي بيشاركوا فيه توينز اسمه غسق. أنا نخدم جيدا على الموضوع هذا بتاع السلفية الجهادية خذاو موضوع سرت فركوه دو أ جوسكا زيد كيفاش داعش دخلت السرق سرت وتموقعت وتسيتيرا. أنا في رأيي حتى كي تعمل دراما مش تعمل سياسة حتى كي تعمل دراما مهم جدا التحكم الواقع والتحكم الواقع جوستومون ما تحدينا قبيله الفصل 89 اللي فيه هو راهو المستهدف في القانون الانتخابي المستهدف باش يكمل عاد لا رجعت على موضوع لا كنا نحكيو في حكايه ما تحدينا في الدوره لا نستنى فصلا بفصل الرئيس قيس سعيد الناس اللي تحكوا بينا عندنا تحدي اليوم حول الفصل من الدستور اللي فيه اللي رئيس الجمهوريه يدعو للانتخابات الدستور القانون الانتخابي خلوا دساتيركم حاضرين قلنا اللي تعمل التنقيح بشوي لازم التشويش اكيد 89 القانون اللي تعمل هذا التنقيح اللي عاملينه هو جوستومون الاستهداف موضوع الحاجه اللي صارت المده اللي فاتت الكل وقت اللي قيس سعيد يهدد بحل البرلمان ويدعو لانتخابات جديده هو في علاقه بالورقه النوويه هذه اللي مذكوره بشكل واضح في الفصل 89 قالوا للرئيس عنده حق حل البرلمان والدعوه الى انتخابات تشريعيه جديده في اجل الداخل. اي ماذا في صوره شوف صوره مخصوصه اي 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 هما الهدف نتاعهم تنقيح هذاك هو الهدف نتاعهم لانه المده اللي فاتت الكل شد عليهم سبيل تطيح هو بالطريقه هذه بالمساله سادعو لانتخابات جديده ساحل البرلمان وادعو لانتخابات جديده وذاك علاش هما عملوا التنقيح هذا. ما تأويل دراسكون للدستور ما يذكركمش في تأويل هكا عبد نافو للدستور طارق رد بالك على تأويلك راهو يلا يلا فاصل فاصل وراجعين فاصل نمشيو سيدة المخرجة طارق هذايا في التكليف الأول انتم تسمعوا في 90 دقيقة مع خلود مرحبا بكم الكل الجدل الدستوري به برشا ما نكثروش الحقيقة بربي ندخلوا فيها أكل التفاصيل متاع التفاصيل الناس كيفاش نقولوا خلوقها مخنوقة الناس مخنوقة وتستنى في الندوة العلمية ندوة الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا ديجا واخروها بعد ماضي ساعة وفي بالكم من توا دونك نستناوها بداية ماضي ساعة الندوة هذه استناوها في بالي مع الأربعة يزيهم التنبير العباد تستنى أحلام العبدالي تفضل نوصل
نكملوا معك التصريحات. نكملوا في من البرلمان زادا ما بعدناش برشا، والملف توا اللي قاعد يشغل الناس برشا خاصة بالحديث على العدد الكبير المطالب رفع الحصانة، نحكيه على هذية بتبيع بعد المستجدات اللي صارت بعد الفيديو اللي عملوا النائب راشد الخياري في حق الرئيس قيس سعيد، واللي صار بعده بطاقة الجلب واختفاء النائب هذية، والجدل المتواصل سمير ديلو النائب عن حركة النهضة يقول أنه منظرنا في حتى مطلب لرفع الحصانة، والقضاء معلي كان يخدم خدمته. نذكروا أنه الأستاذ رباح الخرايفي كان موجود بحذينا مؤخرا لهنا في 90 دقيقة، وقال أنه من 2015 اليوم فما 54 مطلب لرفع الحصانة على النواب. نسمعوا. علاش ما نظرش في مطالب رفع حصانة؟ أنا عضو في لجنة الحصانة، إلى حد الآن ما نظرنا في حتى مطلب. علاش؟ ما جيتكم حتى طلب؟ لا جي. جيكم؟ جي، ولكن ما تحالش علينا كلجنة، ما جاوناش حتى مطلب. إيه علاش ما جيوش؟ أنه جايين مطالب رفع حصانة في حق نواب لم يتمسكوا بالحصانة. خويا قضاء خدمة لروحك، عيط للنائب اللي يرتكب مخالفة القانون. إذا كان تمسك بالحصانة يجي ملف كامل فيه مطلب رفع الحصانة وفيه ما ينسب للنائب وفيه اعتصام النائب بالحصانة كتابة. دونك بقينا نطيشوا في الكرة لبعض. القضاء كي نكلموه يقولوا كيفاش نحن باش نوقفوا نائب؟ يا خويا عليه قضاء الأصل ما يكبر في عين واحد، وهذا اللي يخلي أن الوضعية كلها ولات محل تساؤل. ملفات رفع الحصانة وصلت ما وصلتش، فما منها المخبي في القجار متاع رئيس المجلس وسمير ديلو يقول لك ليرة وما فهمش منها الحكاية. شوف المسألة بسيطة برش، علاش نحن قيل وقال وسمير ديلو رسأت له ينقل، مش ما هو ما شاف شيء. وسمير ديلو نحترمه جدا وكذا، على غالب موجود ما أنت في سياق معين حزبي وتدرار يجزم التزام وانضباط حزبي، ما شكون اللي قال له الكلام هذا؟ نقلوا مكتب المجلس ونيجي جمل اللي هو رئيس. وعليش انا نقعد سياش شنو قال لك نيجي جمل وشنو؟ علاش ما يتمش احاله فوريه واليه من المطالب اللي تجي رئيس المجلس للجنه وهما يتداولوا فيها مباشره؟ علاش تو هو قال انا ما شفت شيء وما اجتمعناش؟ علاش يا سيدي لباس تقعد في القجر نتاع رئيس المجلس؟ علاش لا يتم تداولها؟ وتعرف لولا واحد من النواب قلتها المره اللي فاتت نبيل الحاجي هو عمل طالبنا فهم المعلومه رفضوا يثبت رفضوا يعطيوه. لا اعطيوه كان الرقم، رفضوا شكون يعطيوه حتى الليست تاع شكون لباس شنو هي هذه ناس مقدسه معناها من المجلس والقضاء يرميو في الكره لبعضهم في موضوع الحصانه. ليه 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 المشكله انه سمير ديلو يعطي في حقيقه اللي يستشف منها انها حقيقه لكن في باطنها مغالطه. يقول اي ما شفنا حتى شيء، اي ما شفنا حتى شيء مش معناها مش موجودين، مازال حتى شيء في اللجنه مش معناها مش موجودين. لا موجودين وعند رئيس المجلس واللي هو راقد عليهم. هذه الحقيقه. علاش ما فهمش الشفافيه؟ يعني هذه الحقيقه. يعني شكون المعنى سمير ديلو اختص في المده الاخرى على التنميق وتزيين الحقيقه. شكيب باش نعطيك الكلمه بعد نسمو نزيد خير. مش هذيك بركه، ليه عنده حكايه اخرى نتاع انه على اتصال انا في النهضه انا نتصلوا بالتيار الديمقراطي وكذا وقاعدين نتناقشوا. خرج البارح هشام العجبوني في تدوينه وقال انه قال لي راهو صحيح يا سي سمير راهو مش صحيح، وما قالوا نحكيو مع برشا احزاب في اطار مشاوراتي الى غير ذلك. شكيب نعطيك الكلمه بعد نسمعوا التصريحات هذيا. باش نسمعوا التصريحات اللي دارت لهنا في البلاتو نتاعنا احنا خاصه رئيس مجلس الشورى حركه النهضه ولت البارح زهير المغزاوي البارح اللي الحقيقه الانترفيو نتاعو عمل برشا جدل. رئيس مجلس الشورى حركه النهضه يتهم حركه الشعب بان هي تساند الدكتاتوريات في ليبيا وفي مصر وفي سوريا، ويقول يحكي على الفاشلين وعلى الناس اللي اخفقت في الحكم، وكيف كيف زاد انصار النهضه يقولوا انه الناس اللي خرجت من الحكم فشلت تحب تمارس سياسة الأرض المحروقة. البارح عبد الكريم الهاروني يقول أنه صبر النهضة بلا حدود، لكن في تصريح له كما قلنا البارح وحرب الفاشلين والمفلسين والانقلابيين لن تنجح. ما يقولوا للصبر حدود، النهضة صبرها لا حدود له وربي يحب الصابرين، ومازلنا ما أيسناش من حوار مع السيد رئيس الجمهورية. ولذا هالحرب المفتعلة اللي حبوا الفاشلين والمفلسين والانقلابيين والفوضويين والفاشيين حبوا يصنعوها بين رئيس الدولة والنهضة لن تكون، لأن النهضة ما هيش باش تواجه رئيس الدولة، ورئيس الدولة مش دوره باش يواجه النهضة. والناس اللي حبوا يصنعوا المواجهة دي هما ناس يقتاتون من الحروب، لأنه في وسط الحروب هذه ينجموا يخترقوا قصر قرطاج،
يحاولوا باش يخترقوا الامن، يحاولوا باش يخترقوا القضاء. هذوما ناس يخدموا بالطريقه هذه، ما نجموش يعملوا احزاب ينافسوا النهضه، ما نجموش يفوزوا في الانتخابات. يلا سفيان عندك تعليق؟ خلينا نرجعوا خاطر مازال راهو الاجابه والرد. لا تخلص قبل ان تقول سبحان الله. باه يلا احلى مكان. زهير المغزاوي امين عام حركه الشعب لهنا البارح الحقيقه في تقريع مطول للائتلاف الحاكم وكذلك انتقادات لاذعه لحركه النهضه، يقول انه معركه النهضه مع يقول ساعة انه معركه النهضه مع قيس سعيد بدات من وقت ما جاء رجب طيب اردوغان الرئيس التركي الى تونس والزياره نتاعو اللي نذكروها نتاع اني اشتم رائحه الدخان والخزعبلات وقت اللي عملها طيب اردوغان الكل وجواب الرئيس قيس سعيد، ويقول معناتها وقتها انه قيس سعيد رفض انه ينخرط في الحلف الاخواني وبالتالي انطلقت معركه النهضه مع قيس سعيد، ويقول وانه سبق وانه رئيس الدوله عمل خطابات اجرا واقسى من الخطابات اللي عملها في علاقه بوزاره الداخليه والقوات المسلحه نهار الذكرى 65 لقوات الامن الداخلي، يقول لكن المره هذه رئيس الدولة مس اللحمة الحية. لكن الخطاب الاخراني خاطر مشى للحمه الحيه. خطاب صلاحيات، خطاب صلاحيات. لا تعرف شنو هي اللحمه الحيه ولا خليني من الصلاحيات وعنده حق ما عندوش حق. اللحمه الحيه هي وزاره الداخليه، اللحمه الحيه هي الجهاز السري، اللحمه الحيه هي الاغتيالات السياسيه، اللحمه الحيه هي محاوله احتواء وزاره الداخليه ومحاوله السيطره عليها، وقت تحدث قبل راهو كان حاد اكثر من هكا معاه، وقت اللي مشى لوزاره الداخليه حدث الرعب، خاطر الرعب هذاك نزيدوه رعب اخر، هو يحكي تو على السيسي ويحكي على كذا، قول له راهو عارفك اردوغان هكا بدا اليوم يتفاوض مع السيسي، نحن نقدر الحاله النفسيه عند الكريم العرودي، ولا واحد يحب الحكم الفردي ولا واحد يحب التسلط. قيس سعيد قدم تفسير للدستور، انا قلت له في برشا مناسبات مش هدش عليكم كلاشنكوف، نجموا تقرعوه بالحجه حياه تام على مسار ديمقراطي. رئيس جمهوريه يحب كما قال عبد الكريم الهاروني شنو يعمل بها الداخليه؟ شوفوا علاش يحب يكدس السلاح؟ هما علاش خايفين ترى من ان تكون الصلاحيات عند رئيس الجمهوريه؟ وعلاش خايفين ترى؟ يزيد جاوبنا ويقول علاش خايف تسعى عبد الكريم الهاروني ان رئيس الجمهوريه يتحدث على الداخليه؟ وعلاش خايف ان يجي وزير داخليه محايد؟ وعلاش عملتوا لنا 50 عركه في البلاد على وزاره التكنولوجيا الاتصال؟ معليش على خاطر يحبوا يجسوا على التوانسه، علاش الوزاره هذه بالذات وكل تحوير حكومي واحنا عركه في البلاد؟ هذه حرب معلنه شكيب في التصريحات توا كي نسمعوا عبد الكريم الهاروني ثم بعده جواب المغزاوي، الحقيقه معناها عركه كبيره. لا ويبدو لي انه مش جديده معناتها، نحن مازلنا عندنا من مده والحديث هذا قاعد يتكرر، معناها عندنا قصه معناها احزاب هذه الشعب وحركه النهضه، واحد يقول الاخر راك اخواني وعندك اجنده اخوانيه وتبيض في الارهاب ودعيت الناس تمشي لسوريا وتحب تحط يدك على معطيات الناس، ومن جهه اخرى تحب تحط يدك على وزاره الداخليه وتسمي وتخترق وتاسلم وتاخون، والاخرين يقولهم زاده في المقابل انتم ديكتاتوريين ومربوطين ببشار، وفعلا هم مربوطين ببشار. معناها انا المغزاوي مشى لسوريا ويحكي على القائد ما نعرف شنو وكذا، مربوط يعتبروا يلقاو مبررات في الدعم معناها بشار والاجنده بتاعه، وهذه حرب مفتوحة يبدو لي لا نهاية لها، خاصة زوز أحزاب تخارجيين، معنى تخارجيين مربوط الشعب مربوط برشا بالنظام السوري والبعث السوري وغيره، الإسلاميين إلى حد ما مربوطين زاد هم عندهم أجندتهم وعندهم ناسهم ويراوا أنه فما مظلومية إخوانية وعندهم مشكلة مع السيسي واحتقانات كبيرة، هذه تونسوا فيها يوطنوا فيها في البلاد. تقول أنت شنو نهاياتها؟ كيفاش الناس هذه حكمت مع بعضها في وقت ما مع الياس فخفاخ وتقابلت واجتمعت وكذا، وعلى فكره كوزراء قالوا علاقتنا طيبه وعندنا جدول اعمال واحد وكذا وغير. سالته هلا شكيب لا سالته على الموضوع انا اللي قال لي راهو كنا نقولوا في نفس الكلام هذايا، لكن الوزراء كانت علاقتهم طيبه. لا لا اسمع شكيب شو قلت لا حاجه لا مهمه بل انا واحد شو انا كنت اتمنى يقول راهو مصلحه البلاد اللي هي اللحمه الحيه تخلينا نعضوا على اعتباراتنا وعلى اولوياتنا ونمشي ونقدموا مصلحه البلاد فرض، والله ما احلاه الحديث هذا. اما تقولي لا رانا كنا نقولوا كيفاش جي عبد تقول راك اخواني وبيكوا عليك وتبيض في الارهاب وانا ما جرب تحكم معاه وتحط يدك في يده. انا نتمنى اليوم على اسف هذا قاعد يبعد في حاجه اسمها حوار وطني ولا نوع من السراب، وكانه الحديث تاع كيفاش يقولوها معناها المعركة صوتها عالي ولا شيء يعلو فوق صوت المعركة، مثلا مفتوحة على احتقان التوترات تحت ما زالت بعيدة، وهذه كلفتها سمعنا كلفتها الوطنية كبيرة، وباش ندفعوا فعلا من اللحمة الحية للبلاد. شكيب قلت انه تو نسيت الصراع نحيو اسم حركة الشعب وحركة النهضة طارق، ونسمعوا طرف سياسي يقول له فلست البلاد وعندك الارهاب وتحب على الداخلية واللحمة الحية وانت عملت، الطرف الاخر يقول له انت تابع سوريا. دونك هل العركة متوازنة في اطار مشاكل التوانسة اليوميين؟ معناها حسيت ماهيش عركة متوازنة، انت تابع سوريا تابع بشار، والاخر يقول له لا انت راك عندك الارهاب
الارهاب وملف السري والداخليه وتحب سيبا هو تعبير على الازمه السياسيه الكبيره وازمه الثقه في البلاد وما فما حتى شك في ذلك. انا زوج نقاط بسرعه. الحاجه الاولانيه هو الاتهام ذي المتبادل. اولا الاتهام الاسلامي لطرف قومي رئيسي هو توا طرف عروبي رئيسي حركه الشعب لانهم تاع البراميل المتفجره وغير ويحبوا الدكتاتوريات وهم ضد الثوره. لهنا يلزمنا ندقوا. حركه الشعب صحيح عندها موقف داعم للنظام السوري لكن في نفس الوقت ما تنجمش تنحيلها ان هي كانت من الاطراف اللي دافعت على الثوره، كانت موجوده في اتحاد الشغل، واضح خطابها يدافع على الثوره. دونك ما تسودهاش. يعني عندك معها خلاف في الشأن الخارجي، أما في الشأن الداخلي ما تنجمش تقول لي حركة الشعب ما كانتش مع الثورة، بل نجم نقول لك حاجة ربما ما يعرفهاش برشا ناس، من أول شهداء اللي سقطوا في سيدي بوزيد في أول الثورة كان في التيار القومي، في التيار العروبي. لهنا في المقابل القوميين كي يغزروا الإسلاميين أنتم الإرهاب وكذا، موضوع الإرهاب. باهي ما نعاودوش نفس الكلام. إي يعني إي اليوم التوازنات هذه كيفاش باش تخلينا نخرجوا من الأزمة يا طارق. لكن الشأن الخارجي للأسف تحب ولا تكره يزنوا في الداخل. ما تنجمش تقول لي انا كل طرف باش يقرا حساب علاقته بالطرف الاخر. انا نتمنى هذا باركونت نتمنى انهم الزوز يخموا في اطار النطاق الوطني التونسي. انا كي نشوف تركيا تغزر الناطق الرسمي بالنسبه للرئاسه التركيه يقول راهو انا سايي انا بالنسبه لي خاشقجي موضوع انتهى والمحاكم تصدر قراراتها ونحب نعمل علاقه مع السعوديه وامير قطر جاته دعوه من ملك السعوديه ومن بعد تجي تلقى الناس اللي يدافعوا عليهم واردوغاني اكثر منه هو تونسي تلقاه في الورجو يا اخي نخموا في مصلحه بلادنا. سفيان البارح من تصريحات اللي قالهم زهير المغزاوي البارح سفيان هو انه لا يقعد هشام الشيشي ما يسالش يقعد على راس الحكومه اما يعلن انها حكومه سياسيه. قال هو توا حكومه سياسيه متنكره ما عادش مطالبين. قال لك احنا عمرنا ما قلنا يمشي يخدم على روحه اما يقول ويعلن ويقدم برنامج سياسي. هو مس ذي في النقطه هذه بالذات مس نقطه اساسيه سدير الوضوح. ما نجموش نعملوا سياسه في المهموته. اليوم هشام مشيشي هل هو مستقل؟ أنا نقول لك ماهوش مستقل، هو عميل لحركة النهضة. إيه؟ وليش عميل؟ العمالة عميل عميل يعني يتعامل مع حركة النهضة. باهي تفسر. أي 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 يتعامل مع حركة النهضة. ثم الحكومة نتاعو هل هي حكومة سياسية أم تكنوقراط؟ حكومة سياسية لأنه التعيينات بالتشارك مع الاحزاب السياسيه. معناه يخرج هشام الشيشي يقول اعلنوا حكومتي حكومه سياسيه وهذا برنامج سياسي تحفظ المشكله. وقايد باش ينادي الناس يحفظ قدامه ويخدم. ليه تكون اوضح؟ انا نقول لك ما فماش حل اليوم لانه لا المشيشي قابل باش يكون واضح لا الاخرين قابلين بالمسيسي واضح. شكرا ولا ما شكرا سفيان الاخبار تفيت شكيب الاخبار ميرسي بوكو شكيب. شكرا طارق شكرا سفيان. تفضل ايمان بعد الاخبار ضيفنا وصحيح دبارت الفار رفيق بوجدارية. سفيان معمل عليك انا باش ترزن الجو فتتكلم في وقت الاخبار وليت. يلا ايمان تفضل.